وانتهى اللقاء المحلي بين هلال شلغوم العيد وضيفه شباب قسنطينة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. الضيوف كانوا السباقين لافتتاح باب التسجيل عن طريق كوكبو في الدقيقة 6، وعدل للهلال بن عمران في الدقيقة 31. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد شباب قسنطينة إلى النقطة 25، فيما أصبح رصيد هلال شلغوم العيد 13 نقطة في المرتبة ما قبل الأخيرة. عندنا 11 لاعب، رانا نلعبوا 11-12 لاعب، استدعينا لاعبين من ليزيسبوار، لكن نقولوا اليوم اللاعبين يعني دخلوا كما ينبغي في المقابلة. الهدف جاء من خطأ فردي، مونك دو كونسونتراسيون، هدية إن صح القول، أخلطت الحسابات تاعنا نوعا ما، ولكن كانت ردة الفعل قوية وعدنا. متحسرين كومام على نظن أنه ضيعنا 3 نقاط اليوم. مالغري كو ان بوان يبقى يعني خارج الميدان توجور بينيفيك، دخلنا نظن المباراة يعني جيدا، وين سجلنا يعني هدف مبكرا، وكنا قادرين نضيفوا الهدف الثاني يعني في نصف الساعة الأول من المباراة. ما كانش عندنا يعني هذيك اللمسة الأخيرة، وما با كونكريتيزي يعني بيان لي زوكاز اللي جاونا،